By the name of Allah, assalamu alaikum. How are you? Today is Wednesday and we are studying English. طبعا احنا اخذنا reading واخذنا reading comprehension بالstudent book. اليوم رح ناخذ reading comprehension بالactivity book. يعني بدنا نحل اسئلة القطع في الكتاب غير الملوع. So اليوم عندنا activity book. Everyone open your activity book on page number 84. We have reading comprehension. طبعاً طبعاً هذا التدريب يعني التمارين هذولا بيركزوا على الكتاب الملون، يعني بدنا نرجع على البويمز اللي هون عشان نستفيد من الحل. هلا أنا ما رح أعتمد يعني إنه نرجع عليها، يعني بس بدي أعمل لك ملخص. هلا إحنا البويم الأولى كانت على البلانتس، إنه it become bigger، تكبر تكبر تكبر، بتصير إيش؟ هوم لمين؟ السباروز والسكويرلز، بصير بيت للسناجب والعصافير. هون حكينا عن الانيمالز، انه اشي بيعيش على اندر ووتر او اشي بالاير واشي على اللاند، يعني حكينا عنهم. هون عن لايف سكايل اوف عفوا سايكل اوف لايف للليدي بيرد، كيف مراحلها يعني مراحل حياتها. هلا يعني بدي احل اسئله لها علاقه بهذا الاكتيفيتي بوك. سو رح نبلش باكسرسايز نمبر 1، ريد ذا بويمز اون بيبلز بوك بيج. ريد ذا بويمز، اقرا البوم هلا اللي اخذناهم، يعني اعمل لهم مراجعه اقراهم. هلا بدي اختار مين بوم، تشوز ذا بيست سمري اوف ايتش بوم. بدي اختار افضل سمري لكل اللهم صل محمد لكل قصيدة. يعني في عندي هذول عناوين مختصرة، يعني القصة كاملة اختصرناها في عنوان. هلا العنوان المناسب بدي أحطه مثلا للأولى، العنوان المناسب للثانية والثالثة وهكذا. مثلا the future life of a tree، يعني الحياة المستقبلية للشجرة. تمام. طيب مين اللي بتحكي عن البلانت وكيف عيشتها؟ اللي هي البوم الأولى، إذا واحد رح تكون إيه ناسبتها على السريع. How insects are different from other animals، كيف الانسكتس الحشرات مختلفة عن بعض الحيوانات؟ ما حكينا عنه نهائيا هذا الموضوع. 3 the life of an insect، ثلاثة حياة الحشرة. طيب دورة حياة الحشرة عن أي قصيدة كنا، الأولى ولا 2 ولا 3؟ يس 3، إذا 3 راح تكون عنوانها المناسب سي. طيب 4 عفوا دي، how we can make life better for animals in the future، إنه أنا كيف أخلي الحياة أفضل للحيوانات في المستقبل. هلا لما حكينا إنه الحيوانات صاروا يزعل لأنه في عندي dirty air وcutting للforest، سو إحنا بنبحث عن حياة أفضل للحيوانات. هاي بالبوم 2 اللي هي راح تكون دي. نكمل how a tree grows، كيف تنمو الشجرة، أو people do things which are bad for animals، إنه الناس تعمل أشياء خاطئة للحيوانات. هلا أنا أخذت التلخيص، يعني هاي ترى الجملة صح، بس أنا كملخص لقصيدة هذول العناوين اللي هي A و C و D. تمام، هذول صح، إنه كيف تنمو الشجرة، يعني كيف كانت تنمي، يعني كيف كانت تحت الأرض بعدين كبرت كبرت. بس أنا الفكرة الأساسية مش إنه نموها، إنه في المستقبل راح تكون بيت للعصافير. طيب ناو هلا أنا راح أقرأ جملة، احكي لي بأي قصة، بأي poem 1 ولا 2 ولا 3. بس مثلا some animals live in trees، بعض الحيوانات بيعيشوا في الشجرة. طب مين بيعيش في الشجرة في أي قصة؟ اللي هي عفوا قصيدة، عفوا بخربط، اللي هي 1. طيب 2 we should اللي هي بيعفن not go fishing so much، يعني مش لازم نروح نصيد عشان نحافظ على الحيوانات في أي قصيدة؟ هاي poem 2. 3 plants need sun and water to grow، هلا أي plant بدها ال water وال warmth of the sun، يعني دفء الشمس حتى تنمو، في أي قصيدة؟ number 1. دي عفوا دي insects come from eggs، المرحلة الأولى للإنسكس إنه بتيجي من الإجز، في أي قصيدة 1 ولا 2 ولا 3 اللي هي cycle life؟
life cycle عفوا اللي هي 3. طيب some insects change color as they grow، يعني في بعض الحشرات طول ما هي بتنمو بتغير الكلرز تبعونها الألوان، مثل ليدي بيرد. طب بأي بوم هاي 3؟ أوكي. F cutting down trees is bad for animals، حكيت لكم قطع الأشجار أو الفورست هذا it's bad for animals. طب أي قصيدة 1 ولا 2 ولا 3؟ 2 تحكي عن الأنيمال، عن الكاتينج والفيشينج. طيب cities and towns make the air dirty، السيتي والتاونز بخلوا الهواء ديرتي يعني مش فريش مش نظيف. هاي بأي قصة؟ بأي بوم عفوا 1 ولا 2 ولا 3؟ 2. آخر شيء tall trees grow from tiny seeds، الأشجار الطويلة تنمو من بذور tiny very small، tiny يعني very small صغيرة جدا. هاي أي poem 1 ولا 2 ولا 3؟ بحكي عن plants النباتات 1. تمام. طيب هنا التدريب I have to complete، أخذنا مبارح المقاطع الجي والاتش، حكيت لكم هو مرات بيوقع بين اي جي اتش، يعني الجي اتش مرات بتوقع بالاغلب، يعني كثير بتوقع بين هذول الحرفين بالاغلب، مش يعني على طول، مرات قد يعني قد تقع بين حروف اخرى بس على الاغلب. فهاي بلفظها اي، هاي لا تلفظ، وهاي بلفظ تي، زي كلمة طلع لايت لايت، قد تأتي اخر اشي مثل هاي طلع، هاي تكتب هذا المقطع الجي اتش يكتب ولا يلفظ، it's a silent chant. اوكي بدي اغير عفوا الكلمات، الكلمات مخربطة، I have to reorder the letters، اعيد ترتيب الكلمات لحتى اكتب الكلمة الصحيحة. اصلها هاي كوت، هاي fire fighter، هدي افرجيك مقطع الجي والاتش طلع ما لفظناه، فاير فايتر، فاير فايتر اللي هو الاطفائي. هنا بوت، بوت التصريف الثاني من باي، بوت اشترى. طبعا الجي والاتش ها هاي هون تكتب ولا تلفظ. ننتقل هنا رقم 4، هاي كمان فيها جي اتش تكتب ولا تلفظ، اللي هي ثرو، ثرو من خلال، هاي جي والاتش اجت اخر اشي تكتب ولا تلفظ. تمام. الآن كمان عندي هون كمان في جي أو اتش بس بدنا نطلعها، اللي هي كلمة نايت بالليل، يعني هاي جي والاتش. وآخر اشي رقم 6 go straight on، هاي تكتب ولا تلفظ. انا انت عارفني انا ما بجيب لك بالامتحان معقد زي هيك، بجيب لك بس اكتب المقطع الناقص. الان بدي اكمل الجمل اللي هنا بناء على هذول الكلمات، راح اختار اما كوت، كوت معناها امسك اللي هي الفيرب تو من كاتش، فاير فايتر اطفائي، بوت اشترى اللي هي الفعل الماضي من باي بوت، ثرو من خلال، نايت الليل، ستريت جو ستريت اون هيك بخط مستقيم. طيب I went to the chemist and bought some تيشوز، راحت على الكيمست اللي هي الفارماسي أو الصيدلية واشترت مناديل فاين يعني. 2 A has a dangerous job، في واحد وظيفته صعبة جدا وبتعامل مع الفاير، من هو من هذولا؟ يا سلام عليك، الفاير فايتر، فاير فايتر. طيب you can see the stars and the moon in the sky، امتى بقدر اشوف النجوم؟ بقدر اشوفها في الـ during the day ولا في النايت، في النهار ولا في الليل؟ at night بشوف النجوم، صعب اشوفهم بالنهار. go and turn right، لما اعطيك اتجاه انه امشي كيف تمشي او بدي اوصفك مكان بقولك امشي مستقيم بعدين انعطف، اللي هي go straight on، امشي مستقيم بعدين انعطف turn left او right. I called after I went swimming in the lake the water was freezing، كانت الماء متجمدة. I caught
كولد يعني لحق لي برد زي ما بنحكي بالعربي، يعني صار معي زي زكام أو برد بسبب إني أنا سبحت في المي والمي كثير كولد. let's cycle the forest، يلا نركب البسكليتات ونركبهم خلال ونسوقهم يعني through the forest يعني بين الغابات حتى نشوف سكويرلز السذاج. تمام، هاي هي حل تمارين اليوم. اكتبوا لي كل المعلومات على الكتاب. في ملاحظة عندي، في طلاب شوفوا، أنا امبارح لما حكيت أسماء الطلاب اللي طلعوا بالفيديو، أنا قصدي إنه هذول الطلاب اللي بيحلوا واجباتهم أول بأول يعني دايركت بيبعثوا لي، يعني ما بيستنوا لآخر الليل أو لثاني يوم، يمكن لأنه ظروفهم مساعدة، يعني ما عندهم يعني أمهم مش موظفة يمكن، أو عندهم تليفونات في البيت. هلا في البعض أمه موظفة ومش قاعدة عنده بالبيت وما عنده تليفون، بستنى لما تروح أو بعد ما الإفطار في رمضان يعني بعد المغرب كونه بكون تعبان في النهار. أنا ما عندي مشكلة، ابعث لي لما أحدد لك وقت ابعث لي، ما عندي مشكلة. هلا في طلاب دائما بتواصلوا معي وبيبعثوا لي متأخر، بس بيبعثوا لي بس كمان ممتازين، يعني أنا امبارح يعني مثلا ملك ومحمد ماهر ريان في مجموعة مي دائما بيبعثوا لي، أيلول حمزة للأمانة بيبعثوا لي باستمرار هذولا. بس أنا في كمان مجموعة والله يعني أنا راح أعمل فيديو للأسماء المتفاعلة جدا معي، وراح أذكر كذا طالب هذولا مختفيين نهائيا، ولا تزعلوا مني راح أحكي الأسماء بالفيديو، فخلي كل واحد يعرف قديش نسبة التفاعل في عند الطلاب 100%، في طلاب وسط وفي طلاب بالمرة للأمانة، كذا طالب بالمرة يمكن واحد أو اثنين. فبشكر جميع الطلاب، يعني حتى لو بعثت لي بعد يوم أو يومين أنت ممتاز يعني، وبعرف بقدر هاي الظروف. أوكي، فاكتبوا المعلومات على الكتاب ويعطيكم ألف ألف عافية.